ولهذا ما نكتبه نكتبه بروح، وما ننشره على الناس وما نفيض فيه من أعمال لا بد أن توفر فيه هذه الروح، روح الإخلاص والصدق. ثم نحن علاقتنا بالناس بهذا المجتمع ما هي؟ بالبشرية جمعاء نحن نحمل الدعوة للناس. ما هي الدعوة؟ الدعوة رحمة، الدعوة حكمة، الدعوة محبة، الدعوة عطف، شفقة، حنان، تدرج، رفق بالناس. فإذا كان أسلوبنا ومواقفنا لا تنصبغ بهذه المعاني الدعوية فلنسميها ما شئنا، ولكن لا علاقة لها بالدعوة إلى الله. لا ينبغي أن يسمع عنها أن دعوتنا فيها سخرية وفيها تهكم وفيها استهزاء وفيها 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 وفيها. نحن نحاول أن نطبق المنهج النبوي. ما هو المنهج النبوي؟ هي السيرة النبوية. كيف كان تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من كان يؤذيه ويعاديه في غزوة أحد؟ أدخل المغفر في وجنته، أسقطت رباعيته، أدمي أعقابه صلى الله عليه وسلم وآله، فقيل له ادعو الله عليه، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم، اعتذر لهم نيابة عنهم. جاء الحبر اليهودي زيد بن سعنة، قصته معروفة في السيرة النبوية. كان من غنياء اليهود ومن علماء اليهود مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقال أنه تتبع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما قرأه في الكتب السابقة، فعرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أوصاف النبوة إلا خلقين لم يكتشفهما بعد، يسبق حلمه وغضبه نقطة أخرى لها ارتباط بنفس المعنى. جاءت الفرصة ليتحقق من هذه الصفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تثبيت قبيلة مع الإسلام جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله إني دعوت قومي إلى الإسلام استجابوا، وقلت لهم إن الله سيفتح لهم وكذا، وهم الآن يعيشون الجفاف، فإن شئت أن تعينهم على الله حتى يثبتوا في الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا اليهودي الحبر زيد بن سعنة 80 مثقال وأعطاها لهذا الصحابي ليوزعها على قومه حتى يثبتوا على الإسلام إلى أجر مسمى. جاءه هذا اليهودي قبل الأجل بيومين، فأخذ برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجره جرا عنيفا، يا بني عبد المطلب أنتم قوم مطل تماطلون، أعطيني ديني. فأراد عمر أن يقطع رأسه، أتفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أراه؟ فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجدر بك في معنى كلامه أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى له يعني دينه وأن يزيد له على هذا الدين مقابل هذا الترويع 20 دينارا. فانسحب مع عمر الخطاب، قال له تعرفني؟ قال لا. قال أنا زيد بن سعنة
قالوا حبر اليهود لأنه هو يسمع. قال نعم. قالوا وما فعلك على هذا؟ فذكر قال عرفت يعني جميع صفات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذين الصفتين أردت أن أتأكدهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهدك أن نصف مالي صدق على المسلمين. فلو عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذه المعاملة ما اكتسب قلبه. نحن نريد أن نكسب قلوب الناس أن يكونوا معنا قوة ضد الباطل. الأنبياء نحن على دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا كانوا يقول لقومهم؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تعالوا لنعبد الله جميعا إننا نخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شفقة رحمة عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فلا تتمسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إذن هذا المنطلق وليس منطلق العداء. وجدت كلمة سيدي عبد السلام عندما نصدع بالحق أمام حاكم جائر بأي دافع؟ الحقد، الكراهية. يقول رحمه الله كلمة الحق ليست عنفا لأنها لا تحمل في طياتها الحقد الكامن وإنما تحمل روح المحبة محبة الخير للظالم ولكن في نفس الوقت متقمصة الغضب لانتهاك محارم الله. متقمصة الغضب لانتهاك محارم الله. إذن ليست عنفا ونحن من شعاراتنا لا للعنف. إذن في العنف اللفظي هو مقدمة لما نراه في الواقع الآن وهذه ظاهرة خطيرة في الأمة. كنت تبع بعض المرات يعني الشدي المواقع وغيرها تعليقات فكر إقصائي تهكم سخرية الطعن اللمز الفقدان الموضوعية. فإذا يعني هذا الخطاب السائد الرائج إلى ماذا سيفضي؟ فنحن محتاجون الأمة محتاجة إلى خطاب معاكس فيه النظرة إلى الآخر نظرة الرحمة نظرة التوقير نظرة التعظيم نظرة نتلطف ومعه نقول له قولا حسنا نجتنب جميع أنواع العنف. حقيقة الإسلامية هذه كلمة السلام عليكم السلام عليكم تعبر عما في القلب من سلامة الصدر لمن تسلم عليه. هذا الخلق ديال الرحمة اتجلى فينا.